عليها ما بدي اي تقصير. ليش في بالعاده نقصر عقيد؟ يعني عم فهمك. كراسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ترجع بالسلامة عقيد. شو كان بده منك ابيه؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا معلم. بحكي ابو دين بحكي. ابو رجا ورجاله اليوم فايتين على حارة القصب، والعقيد ابوك بده يعني يجهز رجال، ايش كان بدهم يعني نساعدهم ونكون جاهزين. وابو الرجا شو بده بيفوت على حارة القصب؟ ما الخطرة الماضية فات وعمل له اللازي. مزبوط عم تحكي عقيد، بس يعني هالفوتة رح تكون غير شكل. وشلون يعني غير شكل ابو دين؟ يعني هالمرة ما نو فايتين لحتى يعملوا قتلة لرجال حارة القصب. ايوه، ومشان شو فايت لك؟ ولو عقيد، فايتين مشان يجيبوا الحريم اللي هربوا من عند ابو الرجا. مين قصدك؟ كريمة. كريمة اللي هربت مع حرمته لابو هاشم. ايوه. ومشان هيك نحن لازم نكون جاهزين على الندى. شو هالفوتة اللي بتفوتها بالرجاء؟ والله ماني عارفان وين بدي ودي وشي من ابو عبري ابو رعدي. قصدك مشان خطبة بنتها؟ يعني لك الجماعة كلها موجودة الا ابو عامر، معقول هالحكي؟ والله معك حق، شنو ما تعودنا على ابو عامر يغيب بهيك مناسبات. تعرف؟ أنا لو كنت عارفان إنه صهري مطيع ما عزمه، أنا كنت رحت بذات نفسي وعزمته، قلت له يجي واللي بده يزعل يزعل. راح يزعل منك المختار. لك يا عمي أبو عامر ما غلط. مرته بالحبس والثانية انقتلت، وهو عم يدور على اللي قتلها، بعدين لك عمي اللي عم يحقق هو رئيس الكراكون مو أبو عامر. مزبوط الحكي، هذا بعرفه أنا وأنت. أما أبو عامر غلط إنه ما أخذ مشوار العضوات. لك يا عمي شو هالغلطة اللي غلطها لحتى نعمل مع الزلمة هيك؟ شو هالحكي؟ والله معك حق، بس يا خوفي المشاكل اللي بيناتهم تكبر، نكون بشيء ونصير بشيء ثاني. اي والله انا هذا اللي خايف منه، ايش كان صار هذا الشيء ترى مو لصالحنا. الله يقدم اللي فيه الخير، هذا احسن شيء. يعني انت لهلا مالك موافق على رجعة اختك لمطيع؟ لا ماني موافق. وعلي الحلال لو ما ابوه كنت فركشت القصه كلها من شرشه. معقول الحكي لك اخي؟ ايه معقول. اخي انا هيك ما بحبه، لا بطيقه ولا بطيق اهله. ولا زيد شو عمل فينا ابوه؟ شو زلنا وشو هاننا؟ ومن بعد اخوه بشير زيد لك صبري. لك يا اخي والله ما نسيت، بس اللي صار صار. المهم هلا نحن عنا انه ما نقطع بنصيب اختنا. لا اخي بيجي احسن، بس ابوك قلبه طيب، والقلب الطيب ما بيزبط مع هيك جماعه. خلصنا من هالسيره اخي، خلاص. ليك اختك رح تصير عند الزلمه، المهم هلا انك انت تحسن معاملتك معه، ما حلوة تم هيك شفص قد ما كان بيتمه صهري. لا اخي لا، ما بيتمه صهري. أنا ما بطيقه، والمحبة لا بتنباع ولا بتنشرى. أخي ما حدا قال لك حبه، بس اعتقه للزلمة اعتقه. هو علينا. أخي لا يقرب صوبي ولا تقرب صوبه. من الآخر سلام عليكم.
شنو بدك تجيبها لعندي لهون والقيامة قايمة ببيت أهلها؟ يا بي بنحطها عندك هون يومين ثلاثة لبين ما نصالحها مع أهلها. لك أنت أجدب ما بتفهم؟ بعد هالعملة يلي عملتها ما لا صلحها مع أهلها بنوب. إيه وكمان ما بيجوز يأذوها. أنت ما دخلك. بعدين شو بدك ياهم يساووا لها؟ يرقصوا لها ويغنوا لها عزو أفندي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هالشغلة. قل لي لشوف. ليش بدك تجيبها لعندي لهون؟ لأني ما بدي أخرب بيتي بإيدي. شلون يعني ما بدك تخرب بيتك بإيدك؟ يا بي إذا دريت مرتي إني كنت بدي أتجوزها يا عليم الله لتعملنا طوشة ولوشة إيه الأول ما لا آخر. عزو شو عم تفكر؟ أوعك تكون عم تفكر إنك بدك تتجوزها. إيه يا بي بدي أتجوزها. شيء حلو حلو كتير. ابني بده يتجوز وحدة هربانة من بيت جوزها وهربانة كمان من بيت أهلها. شو يعني؟ عيب هالشي؟ طبعاً عيب وستين عيب وقلي شرف كمان. إيه بس أختي كمان محبوسة بالقلعة. ولك أختك غير فكرية. شلون يعني غير فكرية؟ أختك ما هربت من بيت جوزها ولا من بيت أهلها مثل ما عملت ست الحسن. وما هالشي يا بي وما هالشي الناس عم تحكي علينا. مهما حكوا الناس علينا بضل قهوة من الحكي عن العرض والشرف مثل ما عم يحكوا عن بيت أبو سليم وبنته. هلا من الآخر شو يعني هالحكي؟ يعني سد حلقك ولا بقى تفتح معي هالسيرة مرة تانية. فكرية ما لفوت إلى هالبيت لا هلا ولا بعدين. فهمت؟ حتى لو تجوزتها؟ إذا تجوزتها لا أنت ابني ولا أنا بعرفك. يلا نقلع من هون برا. بس يا بي يلعنك ويلعن هيك ترباية. اي حدا بيطلع بوشكن بتناولوه بارضه. شنو ما بدي حدا يعطلكن عن شغلكن. عمرك يا كبيرنا اعتبره صار. من هون لوقت توصلوا بتكون ليلت. يلا على شغلكن. مشي يا كبير. لا تقفوا مشي تحرك انت ويلا. راح يجيبوا لك ياهن يا بي. راح يجيبوهن. معلوم يا بي معلوم. انتو مثلي مغلوب على امركم بس وينون اهل حارتي؟ لهلا ما حدا حس فيي ولا حدا اجى ياخذني من هون. يمكن ام هاشم ما وصلت للحاره يمكن ولهيك ما عرفوا فيي اهل حارتي. اوه يا رب انت العالم فيي وبهدول البنات اللي ما لهم ذنب. يا رب خلصنا. رجال جاهزين عقيد وناطرين إشارة منك. اسمع أخي بتخبي رجال كلها ما حدا منهم بيأتي بأي حركة لحتى نسمع. رجال أبو الرجاء دخلوا على حارة القصب. صار عقيد صار. وينه صخر؟ ما بعرف. ما تعرف وين راه؟ والله ما بعرف. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسروا نجيبك يا طولة البال. هلا وقتك يا صخر هلا وقتك. يا عمي الجماعة جاهزين وإمتى ما بدك ليقوموا معنا على أبو الرجا ورجاله. كتير منيح معناتها بكرة على بكير منجتمع منقول يا الله. هلا رح روح خبرهم ليجهزوا حالهم. لا 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 عمي روح المساء وخليك هنيك. نحن منجي لعندكم وبعدين بنطلع. مشي. السلام عليكم. خير شو جابك لهون؟ ماني جاي حتى اشوفك ولا حتى اسلم عليك.
شو بدك اقولها؟ اطلع لبرا ولا اتركوا. احكي. ابو الرجا وجماعته بدهم يفوتوا على حارتكم فوتي لاول ما لاخر. شو؟ مثل ما قال لك، وديروا بالكم على حريمكم ماشي والضيفه اللي عندك. حريم؟ رح يفوتوا عليكم بسلاح هي وبسلاح، وناويين لكم على نية سودا. وانت ليش معذب حالك وجاي تحذر؟ شنو حريمكم حريمنا، وشرفكم هو شرفنا، وارضكم ارضنا. صخر، هاي واحدة كتير كبيرة منك، ما رح انسى لك يا كبير. معلم ابو عامر، بركتان عم يكذبوا علينا. لا يا كداس، هذا الحكي مزبوط. بعدين هذا القبطاي غير ابوه لانه معدن وطيب. شو عليه؟ هلا منشو كداس. تجمع شباب الحارة واوعك حدا يدرى. امرك معلم. صياح، بتروح انت وغريب بتجيبوا السلاح من المحل اللي خبيتوا فيه. صار يا كبير. الله معكم. جاي لعنا برجليك يا ابو الرجاء، لك ميت اهلين وسهلين. يا جماعه انا ما شفت اي بس من هيك راس ساعه وانا عم بحكي وفالج. لا تعالج يعني. ما رضي يفتح الفرن؟ ما رضي. عمي شو هالرجل ها؟ قديش مخو يابس؟ اسمعوا لكم، انا رايي ناخذ منه مفتاح الفرن ونفتحه ونشغله. هلا الفرن شو بده غير الشغيله؟ شو رايكم؟ فكره معقوله، انا راح اكون اكبر مساعد للناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين ابو علي. اهلين بكبير الحاره. شو بدك؟ انا مو جاي من شانك يا مختار ولا بدي اسلم عليك. قول شو بدك بسرعه. خير يا ابو عامر، شو في حكي؟ ابو جميل، جماعة أبو الرجل الليلة هاجمين لعنا وبدن يخطفوا حريمك يا أبو هاشم. يا باطل علي، لك فشروا فشروا يلمسوا شعرة من رأس حريمنا. أنت متأكد من هالحكي يا أبو عامر؟ صخر اللي خبرني. صخر؟ عشان هيك لازم نجهز حالنا صغيرنا وكبيرنا. لك لعيونك يا كبير، من صغيرنا لكبيرنا جاهزين بعون الله. أبو جميل، هذا الخبر ما بدنا إياه يطلع لبرا بنوب. صار يا أبو عامر. أبو عامر بتضلك كبير حارتنا والله. محيي اصلا. يلا يا رجال لازم نجهز حالنا، شنو ما عندنا وقت. معلوم ما عندنا وقت، لازم نكون جاهزين. يلا يلا. شرفوا 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 شرف. بستو مستو. عمرك انت جاسي. اسمع، بتروح لعند ابو عزه وابو سليم وابو محمود بتقول لهم المختار عاوزكم يجوا لعندي. ايه بامرك، بس بركة ما رضيوا مختار. ولك عم بقول لك قول لهم انه انا عاوزهم ضروري. يلا صح صح صح. جميل موري يا بتروحوا بسرعه بوشك على البوايكية لعند ابو عامر مشان تفزوا السلاح رجال. ايه لعيونك يا بصار. وانت ابني يا ابي تجمع كل شباب الحاره بتخليهم يكونوا مستعدين. بامرك ابي. قل له العدلي. وليش لا لك ابني، هو واحد من اهل الحاره. خلص صار يا ابي. بامرك. سلام عليكم. الله معكم. يلا سلام عليكم. يا مو صبري جميل، يا مو الله يرضى عليكم، ديروا بالكم على حالكم. رضاك يا مو. دعينا يا مو. الله معكم، الله يهون عليكم يا رب. حبيبي الله معكم. سلام عليكم. سلام. السلام عليكم. يا أمي. الله والنبي معكم، الله يحميكم. نعم والله أنا كثير خايفة على أولادي. لك يا جميل، ما بصير غير اللي الله كاتبه. ونعم بالله. بعدين نحن واجبنا ندافع عن حارتنا وعن حريمها. أكان يا رب يا رب تحميهم يا الله. ما بدي اشوف وشك بين رجال الحارة.
بتكف مريم لتخلص الحركة، ليطلع أبو الرجا ورجاله من الحارة كلها، فهمت؟ بيعملها. وإذا حسنت تطب رصاصة لأبو عامر أو المختار لا تقصر. حاضر. شوفي كمان، إيه بدلوا لك الداس يخبر ضلغام إنه يخلي يطلع برا الحارة مع الحارك. صار معلم. مسيك طبه منيح. الحقني. أنا رايح. وشو ما صار الباب ما بينفتح لحدا. ها ايه ابن عمي بأمرك لا تخاف. ادعولي. منصوريني بإذن الله. الله يحميكم يا رب. دير بالك على حالك ابن عمي. الله يقومين عليهم. آمين يا رب. يا عمو بدي أطلع أتعلمهم. لا يا عمو أنت لساتك صغير. يا عمو أنا بدي أطلع لهذا الوضع أبو رجب. لا تخاف في مين يقتله. يا ريت لو بقدر طوله بقتله بإيدي هدول. كريمة رجال حارتنا قد وقدود وبإذن الله ما بيطلع من هون إلا مقتول. خير شوفي. وطي صوتك. اعمل حالك كيف ما غياب ترك الارنه كلها. شي شوفي لك شو بدك يا اخي. لا تسال عيون لا تسال. اعمل حالك وروح من هون. يلا اوا احسن ما تطير الرقب شيتك. هيك بده مظهر بيك. اه ايه 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 اذا هيك بده مظهر بيك على راسي. يلا ضبطيب. يلا 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 يلا. Thank you.
لك شو هالاصوات هي؟ بغيبك يا رب. تسلم وتقبرني. سيدي خلصت المعركة شرف. حتى لو خلصت معنا أوامر من السرايا ما نتحرك من الكركون أبدا. بلغ العناصر روح. حاضر سيدي. رحمة الله عليها ماتت مشان ما حدا يقرب على مرتي يا ابو عامر. لمين الفرد؟ جابته معها من عند ابو الرجا. هذا الفرد فرد ابو صخر. ايوه زيك صياح ضبه وتخبر الشباب كل سلاح نضبوه الفرنساوي جاي. صار يا كبير. شرف يا ابو عامر. شرف. شرف. سامحني يا رب، أنا حاسة إني عم بخرب بيته لعزة مثل ما خربت بيتي. يا رب والله بدون قصدي. سامحني يا رب. من هم القتلى؟ هذول من رجال أبو الرجا. أنتم قتلتموهم؟ نعم، نحن قتلناهم. لماذا؟ هل من إنسان يقتل آخر؟ نحن في فرنسا لا نفعل هذا. يا جناب الكومندان، نحن منقتل أخونا بحالة وحدة إذا كان خاين. ونحن مستعدين نقتل أي واحد يفكر يعتدي على شرفنا وعرضنا. هن نهجموا على بيوتنا مشان يعتدوا على حريمنا. مختار، أين السلاح؟ أنو سلاح هذا اللي عم تحكي عنه؟ السلاح الذي معكم. قلت لك نحن ما عندنا سلاح. لو في عندنا سلاح كنا طالعناه وقتلناهن. نحن سمعنا صوت رصاص. معك حق يا جناب الكومندان، هني هجموا وصاروا يقوصوا علينا، هذا صوت رصاصهم. وهؤلاء المقتولين مثل ما انك شايف الله عمى على قلوبهم وصاروا يقوصوا بعض. تعني انهم قتلوا بعضهم بطريق الخطأ؟ هيك شيء. نحن نريد تفتيش بيوت الحارة بيت بيت. قلنا لك يا جناب الكوماندان نحن ما عندنا سلاح. أنا قلت أريد تفتيش بيوت الحارة بيت بيت، وسأبدأ ببيتك مختار وببيت أبو عامر. اتفضل فتش مثل ما بدك يا جناب الكوماندان. شرف. شرف يا جناب الكومندان، هاي البيت تحت أمركم، فتشوا على كيفكم. Thank you.
بكره بنعرف مين اللي مات ومين اللي عاش ومين اللي ضرب ومين اللي هرب ومين اللي ورب. ان شاء الله يكون اللي ببالي. ايه والله يا امي ان شاء الله يكون اللي ببالك. المرة الماضية طلبت منك أن تزورني في مكتبي، ليش ما جيت؟ بدك ما تواخذنا جناب الكومندان، الفترة الماضية كتير انشغلت وما قدرت زورك. هالمرة كمان راح أطلب منك أن تزورني في مكتبي، نشرب قهوة ونتكلم. إيه شو علي؟ منزورك ونشرب قهوة. أعتبره وعد؟ أكيد رح زورك ونشرب قهوة ونحكي. سأكون بانتظارك. هي فتشتوا الحارة كله ما لقيتوا شيء يا جناب الكومندان. وكيف دفعتم عن أنفسكم؟ شبابنا قدروا يشلحوا واحد منهم باروته وقوصوا عليهم. تقصد أنه ليس لديكم سلاح أخفيتموه عنا؟ هي الحارة قدام منك، فتشوها مرة ثانية. وأين السلاح الذي أخذتموه منهم؟ قداس هات البارودة. شرف علي أعطيهن يا فضل. ألا يوجد بندقية أخرى؟ لا ما في غيرها. يا جناب الكومندان المفروض أنتم تساعدونا على هيك قطاعين طرق. طبعا سنساعدكم وسنقضي عليهم جميعا قريبا. مشكور يا جناب الكومندان. أرجو ألا يتكرر هذا مرة ثانية، كما أرجو ألا يكون لديكم سلاح. إذا ما حميتونا من هيك ناس يا جناب الكومندان نحن رح نشتري السلاح. تريدون شراء السلاح؟ ليش لا؟ أنا ما بكذب عليك وعم نقول لك ليش بدنا نجيب السلاح. تكو حسنا سنحميكم من كل الناس، ولكن إن وجدنا لديكم سلاح سنقبض عليكم جميعا. طول ما الحارة آمنة وما حدا عم يتعدى علينا بالرايحة والجاية ما حنشتري سلاح. Allons-y. Yalla, السحاب. خير ما حكيت وخير ما فعلت يا ابو عامر. لازم شبابنا يرجعوا بقى. بعتوا خبر للرجال يرجعوا، بس مو كلياتهم مع بعضهم، واحد واحد. يلا. لا اله الا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. دفنوهم إكرام الميت دفنوا. يلا
بالعسلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك أختي. الله يسلمك. طمني أخي، شو صار معكم؟ خلصت أختي، خلصت خلصت. حط لك تتعشى يا تاج راسي. أي حطي العشاء. مطيعة ما بدها سؤال، من وقت اللي فات ولاد الحرام على هالحارة ما حطينا لقمة بتمنا. تكرم عيونكم. عامر اتعشى ولا نام بدون عشاء؟ يو معقولة ينام بدون عشاء؟ وإن شاء الله ما حدا تأذى منكم ابن عمي. لا ما حدا تأذى، بس من هون راح كتير. يا الله لا يردون، بيستاهلوا. في كمان مرة استشهدت من الحارة. حرمة؟ ليش كان معكم حريم عم يقاتلوا؟ لا شو حريم يقاتلوا معنا؟ ليش رجال شو عم يساووا؟ لكن شلون؟ مين هاي الحرمة اللي ماتت؟ ايه في ضيفة كانت نازلة عن بيت ابو هاشم، قتلت واستشهدت لما الرجال ابو الرجا حاولوا يفوتوا على البيت مشان ياخذوها وياخذوا ام هاشم. اختي شهيدة عند ربها. ايه جميل، الله يرضى عليكي. بكره بتروحي لعند بيت ابو هاشم وتعزيهن. ايه حاضر ابن عمي، هذا اقل من الواجب. تعرف لكم جميل شو اكثر شيء فرحني بهالعركه؟ شو ابن عمي؟ رجال الحاره، رغم الخلافات اللي بيناتهم، يعني الخلاف اللي بين ابو عامر وابو عزه وابو محمود والمختار وغيره، رغم كل هاي الخلافات كانوا ايد وحده، كانوا مستعدين يبذلوا دمهم مشان يدافعوا عن الحاره وعن حريم الحاره. هيك الاصول ابن عمي، لازم نكون ايد وحده وندافع عن عرضنا وشرفنا قدام الغريب، ومشاكلنا منحلها بعدين بين بعضنا. ايه ان شاء الله بكره بس تنتهي المشاكل بيناتهم بيرجعوا اهل وحبايب مثل قبل واكثر. ان شاء الله يا ابن عمي ان شاء الله. سلام يرمي الفتن، سلام يرمي الفتن، ما في حدا بيمنعه. سلال يرمي الفتن، ما في ضمير بيمنعه، وبيوم دفع الثمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. السلام عليكم. أهلين سياح، خير؟ ليش جايين؟ شو صاير معكم؟ ابو الرجا ورجاله هجموا علينا. شو هالحكي؟ هجموا عليكم؟ ايه بس اكلوا نصيبهم ونقتل منهم كم واحد. صار لازم نهجم عليهم، هدول طغر ريشون ولازم نقص. وبدنا نقص لهم يا، وراح نخلص عليهم قبل ما نخلص على الفرزاوي. شو عليه؟ شو عليه يا ابو الرجا؟ هلا حفرت قبرك بيدك انت ورجالك. ولا انت وياه وياه، شو انا باعت حريم؟ لك الحريم اشطر منك ومنه ولا واطي انت وياه. خرب بيتك على هالعمله انت والزلم تبعك. لك شلون بترجعوا من الحاره وما معكم كريمه وام هاشم؟ شلون؟ رجالك معذورين يا معلم، الله وكيلك معذورين. شلون يعني معذورين؟ لك انا بذات نفسي ما بعرف كيف طلعوا لنا رجال بالحاره. لك معهم سلاح مثلنا وزود. شو هاد؟ معهم سلاح؟ أكتر منا وزود عملك. ومنين جابوا البطيخ؟ هيك ما بعرف يا معلم، الله وكيلك ما بعرف. كأنهم عندهم علم وواصلهم خبر إنه لحنا جايين نقاتلهم، كانوا جاهزين مجهزين داير من دار الحارة. نلع من وشي أنت وياه ولا كلب؟ نلعو تضرب منك إلو. حركوا حرك. يا بي شو بدنا نساوي مع الفرنساوي هلا؟ بسيطة يا بي، شغلتهم بسيطة. شلون بسيطة يا بي؟ ما صار اللي بدنا اياه. لازم تروح لعند الكومندان وتفهمه شو صار معك. أمرك يا بي أمرك. ضروري يا بي، لأنه إذا بقي السلاح بين إيديهم رح يكونوا قوايا كتير وما رح نحسن لهم، ويمكن يهاجمونا وتروح علينا. ايه والله انا هذا اللي خايف منه يا بي، انه يهجموا علينا. مشان تحسبها منيح المره الجايه. طيب يا بي طيب، انا رح اروح لعند الكومندان، لانه اللي صار ما لازم اسكت عنه بنوب. يا
شو صار بالشاي؟ يلا يا مولاكني اجيت انا اجيت. الله يرضى عليك يا هات هات. سلام بدياتك يا بدياتك يا يا الله بسم الله. يا بي غريب لهلأ ما اجى على البيت. طولي بالك يا بي، هلا من أذن الظهر ان شاء الله ما بتلاقيه لجاي. الله يحميه يا رب. امين يا رب. مسعي انت ما بدك تروحي لبيت ابو هاشم مشان هي المره اللي ماتت؟ شلون لكان؟ ما انا اللي بدي اخذ المغسله اللي عندهم على البيت. ايه الله يرحمنا ويرحمها. الله يرحمها، ماتت بعز شبابها. لك يا عم سعيد ما بصير تحكي هالحكي، هذا عمره مقدر، مثل مو مكتوب له عمره هذا اللي صار. الله يقصف عمره للي قتله. يا رب يحمي لي اياك يا غريب يا رب. الله يسوك يا وديب، شان هالبالي تاخرتي. لا تخاف علي يا ابي، ابو ديب مثل القط بسبروها. لك ابي ماني خايف علي، بس بدي اعرف شو صار امبارح بحاره الاصابع لما دخلوا عليها الجار والرجع. والله الظاهر كانت على اماكني، شنو صوت رصاص كان عم يلعلع لعلع. سمعته يا ابي سمعته، بس بدي اطمن كم واحد انقتل من حارة الأصابع، وإن شاء الله يكون يلي ببالي انبلالي. قصدك أبو عامر؟ مين في غيره كان يلي حاطه ببالي؟ يا عم ضربه خليني نخلص منه بقى. السلام عليكم. عليكم السلام، وينك بأخي لحد هلا شغلت اللي ببالي؟ لحتى عرفت شو صار بالتفصيل عندي. خير هات شوف، يلا طمني، سر لي قلبي، اللي كم واحد انقتل من حارة الأصابع احكي له شو؟ والله ماني عرفان شو بدي أقول لك، ولا أنا عرفان منين بدي بلش يا عقيد. يعني ابو الرجاء طلع الحريم من الحاره؟ لا طلعن ولا قدر يوصلن حتى. شلون يعني ما قدر يوصلن؟ لانه رجال حاره الاصاب كانوا مستعدين لفوته ابو الرجاء ورجاله. لك تقول عرفانين مو هيك؟ شو هالحكي؟ اي والله يا عقل، وطلعوا لهم بسلاح ليوم السلاح. سلاح؟ حاره الاصاب طلع فيها سلاح؟ قولي قولي شو طلع فيها سلاح؟ شي بوريد وشي طبنجات. يعني صوت الرصاص اللي كان عم يطلع مو من بوريد رجال ابو الرجاء؟ لا، من سلاح رجال حارة الأصل. منين جابوا السلاح؟ هلا قصة سلاح مو هي اللي بتحير يا عقيد. شو اللي بحير لك؟ انه لما فات الكومندان وفتش الحارة وين اختفى السلاح؟ وين؟ الكومندان زاد نفسه فات على حارة الأصل واشتهى يلاقي فشكة، فتشها بيت بيت ولا فشكة. لا يا باطل دخلة. ومين قتل من رجال أبو الرجاء؟ زينة رجاله يا عقيد، زينة رجاله. الله أكبر، مين؟ كريم. يا باطل كريم انقتل. يا حوينتك يا كريم، ها؟ يا حوينتك يا حوينتك يا كريم. يعني أبو الرجاء خسر المعركة؟ لا، أبو الرجاء كله ما كان، ورجاله هربوا من الحارة مثل الحريمات. يا باطل لك شو هذا اللي عم بصير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه بس عهو ما فهمت انا انه رجال حارة القصب كان تليان معهم سلاح. ما بيهم مظهر بيك، ما بيهم مش كان في سلاح لما ما كان في، نحن رجال وقدها وحياتها. يعني كان معهم سلاح ما؟ ايه كان في، شو يعني؟ لكان يفوتوا علينا شوية مشلحين، بدهم ياخذوا حريم حارتنا ونحن نقعد هيك نفرج عليهم. أعوذ بالله، مين قال هيك؟ منشان هيك بقى نحن سيدي، قتلنا اللي قتلناه منهم، والباقي طلعوا هربانين مثل الكلاب، بيستاهلوا. طبعا بيستاهلوا، لكن يعتدوا على شرفنا وعرضنا ونحن نسكت. كان لازم رجال الحاره ما يخلوا واحد منهم يطلع على جديد. شآم طيف احلامي واشراقا ايامي هي اللحن الذي تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي فعدت رشامي يقيمي أداوي فيه آلامي وإن الله يعلم
شآم طيف أحلامي وإشراق بأيامي هي اللحن الذي أهوى تجلت فيه أندامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي عجزت بما أقول بها وكم قد حرمت